الكرام، قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا، ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. والآن مع انطلاقة المباراة، يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، يلعب كرة بينية، كريم بنزيمة يفعلونها، يسجلون في المرمى الآن هدف. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد، عندما يكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، كرة رأسية خطيرة، وينجح في تسجيل الهدف. ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. الخطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. تلعب الكرة إلى الأمام، وانتهى الشوط الأول. يستأنف الشوط الثاني من هذه المباراة. فينيسيوس جونيور لمسة على اليسار، فينيسيوس جونيور، لا تزال خطورة قائمة. لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. تمهل، تعني في الكرة، وبعد ذلك أجمل النهاية. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، يشاهد اليوم
فينيشنج عالي جميل، انهاء الكره بلمسه متقنه وفي منتهى الروعه. توضح هذه اللعبة مدى براءته. الله على الكرة جميلة، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. تسديدة من أول لمسة، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. كاسيميرو، كاسيميرو، مجهود رائع منه، كان جاهز اللي يلعب الكرة. وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. لم يكن من الممكن إيقافه. فرصة خطيرة، فينيسيوس جونيور كان على وشك استغلال هذا الخطأ. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. أوه يا لها من عودة مذهلة، أظهروا مرة أخرى أسرارهم الكبير، يا لها من ريمونتادا مذهلة هذا اليوم.